بأمنيات لهالأسبوع رح نشوف تغطية لزيارة البطرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى تورونتو. بلشت زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى تورونتو بلقاء في أجواء عائلية في مقر إقامته بعد وصوله على جناح طيارة خاصة إلى تورونتو. وفي هالمناسبة قدمت جوءة الأطفال في كنيسة سيدة لبنان المارونية في تورونتو بعض الترانيم على شرف البطريرك. ومن بعدها التقى البطرك بأبناء الجالية، سلم عليهم وفسح مجال لأخذ صور تذكارية معه، وأيضا التقى ببعض الوفود الممثلة للأحزاب والمؤسسات في تورونتو. نحن تيار الطلاق وطني الروح حر فوق عون ووفاق، عطره بر وخير، نبتغي لبنان عزة أزليا أبديا، خالدا شعبا وأرزا مجد فخر سرمد. نهار الجمعة 11 أيار بلش بزيارة البطرك الراعي والوقت المرافق له لكنيسة مارشال بالميسيساغا، التقى فيها بأبناء الرعية، ومن ثم توجه إلى تورونتو حيث ترأس القداس بكنيسة سيدة لبنان، شدد خلاله في العظة اللي ألقاها على أهمية المصالحة والغفران بحياتنا الوطنية والاجتماعية والإنسانية. بيسعدنا اليوم ان نكون عم نلتقي بالزياره الرعويه في تورونتو بالكنيسه، كنيسه سيده لبنان، والتقينا صباح اليوم بصلاه الصباح ولقاء مع رعيه مارشال بيل في ميسيساغا. من تورونتو دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي السياسيين بلبنان ليتصالحوا مع السياسي ومع بعضهم، وليكون لديهم الجرأة للجلوس لطاولة واحدة من أجل الوصول إلى عقد وطني جديد انطلاقاً من ميثاق 1943. اليوم كنت كتير مبسوط أني جيت وشاركت باحتفال غبطة البطريرك بشارة الراعي، وتأثري عنده عدة وجهات. أول شيء انبسطت تعرفت شخصيا بغبطته، بيحمل قلب كبير وروح طيبة وغمق بالتفكير، وأهم من كل هالأشياء هاي القلب الحلو اللي عنده. بيقول رومان رولان بسمي بطل مش اللي بينتصر لا بالقوة ولا بالسلاح ولا بالمصاري ولا بالبوزيشن ولا بالمراكز، بسمي بطل هو اللي بينتصر بالقلب
واليوم بلبنان محتاجين أشخاص مثل غبطة البطريرك الراعي لحتى يقدر يوحد القلوب، وبظن هو الوحيد اللي بيقدر يوحد القلوب. بمواهب الروح القدس في 7 مواهب: الموهبة الأولى الحكمة والعلم أو الفهم والقوة والشجاعة، مخافة الله، وطبعا التقوى. بظن هالمواهب كلها سوا هاي مركزة بالبطرك الراعي، وبتمنى هالمواهب كلها سوا توصلوا للمشورة، نسمع منه هالمسج أو رسالة المحبة اللي بيحب يركز عليها اليوم. يعني سيدنا بشارة هو أب، يعني قبل كل شيء وفوق كل شيء، وكانت رسالته من القلب للقلب، ورسالة بتحمل يعني هيك محبة ربنا، بتعكس محبة ربنا، يعني تدعو الناس أيضا بأنه يعيشوا هالمحبة اللي هي خلاصة الإنجيل، انطلاقا من قول الرب أنه تسامح عدوك يعني 70 مرة 7 مرات. تحدث عن قيم الاجتماعية واللي بفتكر اللي هي نحن بأمس الحاجة لها، وتحدث أيضا على أهمية انتمائنا للوطن، يعني بنفس الوقت تكون أمين لله، أمين للإخوة، وأمين للوطن. وبصراحة كانت بغاية البساطة والعمق بنفس الوقت، فهو السهل الممتنع مثل ما بنسميه، لكن اللي تميزت فيه أنه ما حاول أنه يقول كلام منابر من الكلمات الكبيرة الرنانة، على قدر ما أنه كلام له صدى بالقلب كتير عميق. أنا تأثرت فيها، وكلمة حلوة أيضا للتعايش المسيحي الإسلامي بلبنان، وبتعكس هالروحانية وهالفكر المسيحي اللبناني. بضل بسارة الراعي سيدنا بالنسبة لنا هو رمز الحضور المسيحي والتآخي بين الجميع بلبنان، وأيضا نموذج لكل العالم. ابنا إجا لحتى يزورنا ومنفتخر فيه، وبفتكر أكتر شيء تأثرت منه من كلام سيدنا هو المسج وحدة، إنه المسامحة مسج بترجع للإنجيل، بأساس الإنجيل، بقلب الإنجيل، اللي هي إنه لازم نعرف نسامح، لازم نترك هالبغض اللي عنا ونقدر نلتقي مع الآخر. وهيدي المسج I think كل واحد بيقدر يفحص ضميره ويقول إنه إيه نعم، أنا في عندي حقد بقلبي لهيدا الشخص، لهيدا الشخص، لهالجروب مثلا، ولازم أعرف اتعامل معهم إذا بدي يكون فعلا مسيحي بكل معنى الكلمة. شيء أكيد زيارة سيدنا البطرك كتير مهمة لجالية اللبنانية عامة وللطائفة المارونية خاصة. هو بطرك يعني باي، بطرك انطاكيا وسائر المشرق، يعني أيضا بطرك على كل الطائفة المارونية المنتشرة بكل العالم. زيارته مهمة ليذكرنا أنه عنا أصل، عنا أساس، وزيارته مهمة لحتى نحن أيضا نقول له يا سيدنا بعدنا محافظين على إيماننا وعلى تقاليدنا وعلى عوايدنا وعلى لترجيتنا وعلى محبتنا لبعضنا البعض. وبعد الاحتفال بالقداس توجه البطرك إلى وليمة غدا أقامتها الرعية على شرفه، وشارك فيه رئيس أساقف تورونتو الكاردينال توماس كولينز، مطران السريان الكاثوليك في بغداد المطران يوسف عبا، النائب الأسقفي فينسنت جوين، العنصر الفخري للبنان ناظم القادري، شيخ جمال طالب ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية، إمام المجمع الإسلامي للطائفة الشيعية في كندا الشيخ علي سبيتي، معتمد مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ يوسف يحيى، الأب مارون أبو جودي ممثل الرئيس العام للرهبنة الأنطونية المارونية الأباتي داود رعيدي، وممثلين عن الأحزاب اللبنانية كافة والجمعيات الثقافية والتربوية وحشد من المدعوين. بعد النشيدين اللبناني والكندي كان في كلمة للقاضي جورج خوري من أصل لبناني شدد فيها على ضرورة أنه يحصل المغترب على الجنسية اللبنانية. وفي كلمة ألقاها الشيخ علي سبيتي أكد على المواقف الوطنية للبطريرك الراعي، ووصف كلام الراعي بأنه تكريس وتأكيد لمبدأ العيش المشترك، وهو بدعوة الأسرة الدولية وكل الدول الصديقة إلى تنفيذ القرارات الدولية، بيعبر عن موقف أكثرية اللبنانيين. والسلام على جميع أنبياء الله المرسلين منذ آدم إلى قيام يوم الدين.
السلام على الأصفياء والأتقياء والصحابة والتلامذة الأوفياء، السلام على محبي كلمة السماء، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب الغبطة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة كما يسمونك، وبطريرك كافة اللبنانيين كما تحب أن تسمى. كما الوردة ترشح عطراً يمتد مع النسيم نسيماً، تفتح الكلمة صدرها كتابها ودفتر الأيام، تضيء ذبالة حرف غارق في عتمة الديجور، تشرق وتشتعل تومض جفنها كلما لعبها كرى ليل في ملاعب السطور. نبحر نحن شراعا تلو شراع، تقلبنا الأمواج موجة موجة، نسافر ننأى بعيدا إلى بدايات من أسفار، وتبقى الكلمة مفتاح وجود، ووجود مفتاح لمعرفة. يا أيها الراعي، يا ساكن سواكن الحرف العتيق، بيومك هذا أريد أن أقرأ لا أن أكتب، أن أفتح دفاتر عينيك ومصلى تاريخك وبوابة عمرك، أن أسرح في غابات السنين، أن أفتح توراة موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد، أن أقرأ في كتاب الله الواحد الأحد: تعالوا إلى كلمة سواء، وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. يا أيها الراحل عنا مهلا، لا تبرح، لا تغادر، وإن فعلت فعد إلينا بشارة ووعدا ودعاء يطرق باب أسماع القلب. فالكلمة لا تنتهي، نورها لا يخبو، تتصل وتتواصل، تفعل وتتفاعل، وتفرغ حمولتها في آذان عقول لا تظل ولا تغوى. إن مواقفكم أيها الضيف الكبير، ومذ تبوأتم سدة البطريرقية المارونية في تكريس وتأكيد مبدأ العيش المشترك، نحن نتماهى معكم من خلال شعاركم الكبير لبنان الشركة والمحبة. نحن معكم يا غبطة البطريرك، وأنت تؤكد أن منطقتنا هي سياج وحدتنا وعيشنا المشترك المسيحي الإسلامي، ونحن معكم وأنتم تعربون عن خشيتكم من مخطط لشرق أوسط جديد يبغي تفتيت العالم العربي إلى دويلات طائفية ومذهبية وقومية. إنكم يا سيادة البطر تعبرون عن هواجس اللبنانيين في دعوة الأسرة الدولية والدول الصديقة أن تعمل بكل قواها لتنفيذ القرارات الدولية، وأولها خروج الاحتلال الإسرائيلي من كل شبر من أرض لبنان، وتنفيذ القرار رقم 194 بعودة إخواننا الفلسطينيين إلى أرضهم. نحن معكم يا غبطة البطريرك، وأنتم تعتبرون أن الوحدة الوطنية تقتضي ذهاب الجميع إلى بعضهم من دون أحكام مسبقة، وبمحبة خالصة ومقولتكم إن سلامة العلاقة مع الله هي شرط لسلامة العلاقة ولحسن العلاقة مع الشريك في الوطن، هذه هي كلماتكم. إن زيارتكم الميمونة إلى بلاد الاغتراب
والمهجر والتفاتتكم الطيبة إلينا نحن اللبنانيين المنتشرين في كندا، ودعوتكم لهم بضرورة المساهمة الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والمدنية للبنان دونها عدة عقبات، فنتطلع بعين الأمل إلى حلها من خلال إرساء الدولة القوية العادلة، الدولة المدنية التي يتساوى فيها المواطنون وتتاح لهم الفرص على أساس من الكفاءة والتميز، والقضاء على الفساد والمحسوبية والإقطاع المالي والمذهبي، والاستفادة من خبرات أبنائنا الأجيال المثقفة المنفتحة التي أخذت من ثقافة كندا روح التعددية والتنوع والعلم والقانون. يا صاحب الغبطة، نجدد ترحيبنا بكم في كندا ناصعة البياض كقلب قديسي لبنان وأئمته، والمزهوة بخضرتها كأرز لبنان الشامخ، والحمراء رايتها كلون دماء شهداء لبنان المقاوم. عشتم، عاش لبنان موئلاً للحضارات ومهداً للأديان ومثالاً للتسامح والعيش الكريم. أهلاً وسهلاً بكم، بورك بكم وفيكم أينما حللتم وارتحلتم. شكراً. شكراً فضيلة الشيخ على الكلمة الحلوة والمعبرة. تحية كثير كبيرة لكم أبناء تورونتو وأبناء ميسي ساغو. ما هيك؟ ميسي ساغو. تحية كبيرة لجاليتنا الحبيبة بهالنهار الجميل. هل نحن بكثير فرح ومثلكم جينا لزيارة الرعوية مثل بتعرفوا مع سيدنا مطران يوسف الخوري، اللي بشكره من كل قلبي وبشكركم على تنظيمه وعلى الوقت اللي حطيتوه على المال وعلى السخاء وعلى الجهود. واليوم بالرغم انه يوم عمل شرفتوا وجيتوا حتى نكون سوا مع بعضنا، وكمان سعيد يكون برفقتنا المطران بولس الصياح النائب البطريركي العام مثل ما عرفتوا طبعا، والوفد اللي جاي معنا من بكركي والمؤسسة ماريا الانتشار والإعلاميين. تحية كبيرة بدي أقدمها لكم إخواني أصحاب السيادة مطارني مونسنيور أوكسيليير، والأباء أصحاب السماحة المشايخ وأصحاب الفضيلة، كل الأحبة اللي موجودين معنا اليوم. نحن جينا من لبنان بالحقيقة حتى نقلكم شكراً أول كل شيء على محبتكم. أنتوا كنتوا سباقين لإلنا بصلاتكم بتهانيكم بتشجيعكم، ونحن شعرنا قدي أبناء كنيستنا لبل أبناء لبنان ككل كانوا مرافقيننا بالصلاة يوم اللي دخلنا للمجمع الانتخابي، وكنتوا مرافقيننا بالفرح والبهجة مع الكنيسة بانتخاب بطريرك جديد. لكن أنا اليوم بدي وصلكم تحية كثير كبيرة من صاحب الغبطة الكاردينال مار نصر الله بطرس اللي زاركم. اللي زاركم من 11 سنة، لكن بعضي بتذكر اللقاء معكم هون مثل بتذكر لقاءات أخرى. كما وأنه بنحمل معنا تحية كثير كبيرة لأنه حملناها ليلة السفر فخيمة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان. بهالسلامين بهالسلامين نحن ندخل من باب العريض ببيت الجالية اللبنانية بل جالياتنا بهذا الشرق من الشرق العزيز. نحن جينا بالحقيقة لنقلكم أولاً نتعرف عليكم أكثر ونوقف على أوضاعكم أكثر حتى نعبر عن تقديرنا الأكبر لإلكم على شجاعتكم وعلى مقداميتكم وعصاميتكم. وبنشكر ربنا جيتوا وانطلقتوا ببلد
تقريبا مجهول عليكم، لكن هيدي شيمة اللبنانيين بنوع خاص انهم على هالحوض البحر المتوسط دائما مفتحين نحو البحر، دائما مفتحين نحو المغامرات. ومنشكر ربنا عليكم لانكم هون لقيتوا الارض الخصبه، وبدي حقيقه كندا العزيزه ارض خصبه حتى انتم حققتوا زواتكم. لما نجي على ذكر كندا ارض خصبه، نحن بنقول كمان انتم كمان زرع خصب، زرع طيب، ولذلك حققتوا زواتكم. وانتم بتساهموا بالفعل، مش بس بتعيشوا بكرامه وبتساعدوا اهلكم بلبنان، نحن بنعرف هالشيء، لكن انتم كمان بتساهموا مساهمه كبيره بالبلد المضياف هاللي استضافكم، وانتم عم بتبادلوه بعطاءاتكم ومساهماتكم التجاريه والاقتصاديه والماليه والوطنيه والروحيه على كل الاصعده. فعلا نحن منفاخر فيكم، وانتم الى جانب بعثاتنا الدبلوماسيه، ولو كانت حضره القاضي نحن قاعدين بلا سفير في قائم بالاعمال بدنا نهني، لكن بدكم انتم سفر لبنان الحقيقيين. نحن سعيدين كثير اليوم ان نكون معكم هون، وشكرنا ربنا بالقداس وبالصلاه بميسيساغا، شكرنا ربنا عليكم وعلى كل شيء عم تعملوا، وربنا كفيل انه يساعدكم بكل نشاطات حياتكم. نحن بلبنان سعيدين اننا بننتمي لوطن له دور كبير بالاسره الدوليه وبالاسره العربيه. ما منطلع نحن الى تعثره وما منطلع الى الشوائب اللي موجود فيها اليوم، لكن منطلع الى جوهره، جوهره الحي، جوهره الباقي. ما فينا ننسى قداي لبنان هو منتظر منه يلعب دور بالأسرة الدولية والعربية. هل اللي اختصرها الطباوي البابا يوحنا بولس الثاني إنه لبنان أكثر من بلد، هو رسالة، رسالة ونموذج. وكلماته بتقول كمان لبنان قيمة حضارية كبيرة مديونة لإلى البشرية. هذا كلام يوحنا بولس الثاني هاللي برم تقريبا كل العالم، ما قال عن ولا بلد هيك. معناتها نحن قدام بلد منتمي لإله بشرف وحامل رسالة كبيرة. نحن بحاجة إن نعاون وطننا حتى يرجع ينهضم من جديد. نحن بلبنان مشكلتنا بلبنان بموقعه الجغرافي وموقعه السياسي يتأثر بكل شيء في حواليه، ولازم نكون مدركين هالشيء. متأثر من 1948 بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، متأثر بالنزاع الإسرائيلي العربي، متأثر اليوم بالأوضاع الموجودة ببلدان العربية، متأثر بالنزاعات على مستوى الإقليمي مع ارتباطات الدولية. لازم نكون واقعيين. لبنان لأنه بلد منفتح، لبنان فيه مسلمين ومسيحيين على تنوعهم، لبنان منفتح على كل التيارات وكل الأحزاب، على كل الآراء، على كل المعتقدات، على كل الحريات، على كل الحقوق. هيدي نعمة، لكن في الصفحة اللي نقلبها اسمها روفير دو لا ميداي، هاللي هني عم نعيش أزمات، لكن الأزمات لأن طارئة فيها تروح. لذلك نحن بحاجة نتضافر سوا نحن وياكم، نحن بحاجة لإلكم وأنتوا بحاجة لإلنا، أنتوا بحاجة لإلنا نحافظ على هالكيان اللبناني. أنتوا هون وقلبكم عنا، إنا نحافظ على هذا العيش معا الإسلام المسيحي، إن نحافظ على لبنان وطن منفتح شرقا وغربا، نحافظ على لبنان العلم ولبنان الكيان، نحافظ على لبنان الحريات، نحافظ على لبنان الحضارة، نحافظ على لبنان الوجه الحلو هل أنتوا عرفتوا هيدا. نحن ملتزمين فيه، وأنتوا بحاجة لنا لهالموضوع، بس نحن بحاجة لكم، بحاجة لكم. أولاً أنتوا عم بتكفوا وجه لبنان الحقيقي هون، أنتوا مكفيين تقاليدنا الروحية وتقاليدنا الاجتماعية وتقاليدنا اللبنانية، أنتوا عم بتعرفوا العالم الكندي على لبنان. لما نحن عم بيستقبلونا هل شفناهم من المسؤولين
من رئيس الوزراء لكندا ككل او رؤساء الحكومات المحليه او اللي شفناهم من رؤساء مجالس البلديه محل ما كنا، استقبلونا بترحاب واستقبلونا بحراره بسببكم. لولا ما انتم كاسبين ثقتهم ومحبتهم، شو بقول لهم يعني بطك المروني؟ شو بعرفهم فيه؟ هن بيعرفوا انه هون في عنا لبنانيين ممتازين على تنوعهم، وفي موارني وفي مسيحية وفي مسلمين ممتازين. نحن جينا نقطف هلا عم تزرعوا انتم هون. لذلك بدي اقول لكم شكرا. بذات الوقت نحن بنقول لهم من فاخر انه جماعاتنا هون بكندا هن عم بيحملوا وجهنا الحقيقي، ولا ما عرفتوا لبنان عم تعرفوا من خلالهم، وهيدا اهم شيء. هذا نحن بحاجة لإلكن حتى يستمر. نحن بحاجة لإلكن بوحدتكن بتضامنكن. نحن بحاجة لإلكن إنكن توجهوا على لبنان كل مشاعركن وانتظاراتكن. نحن بحاجة تطلعوا ببيانات تدعوا فيها اللبنانيين للوحدة، بيانات تدعوا اللبنانيين حتى يبنوا بلد مثل هالبلد اللي بتضافكن، يبنوا بلد يكونوا مواطني عندهم ولاء للبلد، مش ولاء لأشخاص، مش ولاء لأحزاب، مش ولاء لطوائف. نحن هذه مشكلتنا في لبنان. أنا ما بعني إنه الأشخاص ما إلهم قيمة والحزب ما إله قيمة والطائفة ما إلها قيمة، لا، عم بقول الانتماء إلى حزب، الانتماء إلى دين، إلى طائفة، الانتماء إلى شخص عنا صداقة معه، بده يكون هذا الانتماء قيمة مضافة لولاء لواحد اسمه لبنان. من هون نحن منقول، إنه بحاجة لكل هالتعددية، لكل هالتنوع في لبنان كقيمة مضافة واحدة منحطها كلها ببناء هذا الوطن الحبيب. هيدا نحن بحاجة لإله. اليوم لما كنا بالقداس سأبت قراءة الإنجيل، هذا إنجيل اليوم، نحن ما نقينا، وأنا فتنا على الكنيسة مش عارف شو الإنجيل، قلت لهم دخلكم شوفوا لي شو بقول الإنجيل، تحضر ولأنه شي يقوله. فكان الإنجيل مثل ما تعرفوا، إذا أخطأ لإلك خيك، سألوا ليسوع، إذا أخطأ خي على لإلي كم مرة بدي سامحه؟ 7 مرات ليقول إنه يباه عطول، لأنه كلمة 7 هي الكمال. قال له لا، أكثر من هيك، كل ما أخطأ خيك إليك بدك تغفر له وتسامحه 70 مرة 7 مرات. يا بي دخيلك ليلا نهارا، يعني ليلا نهارا. نحن حكينا هالموضوع من باب الروحي. أنا بدي أقولكم اليوم اللبنانيين بحاجة يتصالحوا مع لبنان، اللبنانيين بحاجة يتصالحوا مع لبنان بالمعنى قلتوا هلأ، ولاء للبنان، هيك بدنا نتصالح معه. السياسيين في لبنان وبدي حييهم، ولكن السياسيين مدعوين يتصالحوا مع السياسيين. العمل السياسي فن شريف لخدمة الخير العام، هل منه خير كل مواطن. العمل السياسي اليوم في لبنان بمعظمه ما هو لعمل الخير العام، هو لخير خاص، لخير فئوي، لخير مجزأ. وقال له العالم شو هالخير؟ سمعنا كتير منكم ومن غيركم عم بيقولوا شو هاللبنان هل بعد ما في كهرباء 24 ساعة، أي بلد بعد ما في كهرباء؟ شو هاللبنان هاللي المياه ما بتوصل للبيوت؟ أي بلد ما بتوصل المياه على بيته؟ شو هاللبنان إذا مش مأمن له مقومات الأساسية، الطرقات اللازمة حتى الناس ما تضطر تهجر كل الجبال وتنزل على الساحل لأنه طرقات الجبال ما فيش يصالوا عليها؟ شو هيدا اللبنان هاللي فيه سياسيين ما في فرص عمل ولا هم لفرص عمل لشبابنا بالمئات اللي بيتخرجوا سنوياً
مع السلامة، ما لك شغل هون. شو يعني أي خير عام عم تعملوا يا سياسيين؟ شو هو العمل السياسي عم بحد من الهجرة؟ هالنزيف الهجرة الكبير، الوجه الإيجابي من الهجرة مع كل وجعكم إنه عم تحققوا سيادكم تعيشوا بكرامة وتساعدوا أهلكم، بس الوجه السلبي هو الجرح البليغ، فتفتة العيلة وتفريغ لبنان من قواه الحية. قال ما بدي أعمل كل السري، لكن بدي أقول إنه رجال السياسي بلبنان من هون بدنا ندعيهم، من تورونتو مثل هالنهار سنة 97 كان عنا الطباو البابا يوحنا بولس الثاني كان عم بيوقع الإرشاد الرسولي 10 و11 أيار 97. بدنا نقول لرجال السياسي اليوم بدهم يتصالحوا مع العمل السياسي. حضرة القاضي ذكر انه نحن هون قلنا 4 سنين مدري قدي قال بدون سفير. عال سفارة موجودة، يعني مش بس هيدا المكان، كذا تعيينات سفرة شاغرة، كذا تعيينات وظائف بالدولة شاغرة، والبلد عم بيوقف وعم بيتفتفت. بدنا نقول للسياسي ما كنت تصالحوا مع السياسي، يعني ما إلكن حق، ما إلكن حق تتدخلوا أنتوا كسياسيين بالتعيينات الإدارية. كل مشاكلنا إنه السياسيين بتعاطوا بالتعيينات الإدارية. وعلى شو مختلفين؟ كل واحد بده حدا بيخصه لأنه بده يخدمه شخصياً، بده يخدم لبنان مش شخصيته. هاي كل مشكلتنا اليوم. الدستور اللبناني بنص على فصل السلطات، التشريع والإجراء والإدارة والقضاء. ليه متعسرين نحن؟ لأنه ما فيش فصل بين هالمقومات الدستورية، بسبب أنه السياسيين بتعاطوا بالتشريع وبالإجراء وبالإدارة وبالقضاء، ولذلك يفسد كل شيء. هاي كل المشكلة. تعرفوا شو كان يقول يمكن على أيامكم بعد بطن بدينتي، ذكرت شي مطرح لما كنا هون، شو كان يقول المرحوم رئيس الوزراء أنا ذاك رشيد كرامي؟ كنا نسمعه نحن يردد هالجملة: قاتل الله السياسة والسياسيين، ما تدخلت السياسة في أمر إلا أفسدته. هاي كل مشاكلنا. السياسيين من هون بدنا ندعيهم بلبنان يتصالحوا مع السياسي ويكفوا إيدهم عن الإدارة. ما إلك حق تعين أنت، ما إلك حق تعطي ألوان لونك السياسي لا للإجراء ولا للحكومة ولا للتشريع ولا للقضاء ولا للإدارة، وما فيك تعطي لونك للموظف. الموظف بنظام حر يخدم سيد واحد اسمه لبنان، مش الزعيم، مش الحزب، مش الفئة، مش الطائفة، مش الدين. هاي كل مشكلتنا. نعم، رجال السياسي مدعوين يتصالحوا مع العمل السياسي حتى يبقى هذا الفن الشريف المتجرد المخلص المتفاني الواعي لخدمة الخير العام، الذي منه خير كل إنسان مواطن وخير كل الإنسان. هيدي تمنياتنا في هالنهار اللي ربنا حكينا فيه عن المصالحة. ثم السياسيين مدعوين يتصالحوا مع بعضهم حتى يقدر الشعب يعيش بأمان وبسلام. ما بيجوز إنه الشعب يختلف مع بعض البعض لأنه في خلافات سياسية بين السياسيين. أنتوا بتعرفوا هيدي مأساة كبيرة كمان، إنه وكأنك أنت مرغم إنك تعادي فلان، مش عارف ليه، ما بتعرف ليه. أنا
هذا صرنا بقمة الإجرام، بقمة الإجرام. إذا أنا معديك أنا ما بدي حدا يعديك معي، أنا مشكلتي معك بيني وبينك، أما أنا عديك وإحمل الناس كلها تعديك، هذا جرم كتير كبير. السياسيين ما إلهم حق، السياسيين ما إلهم حق، ما إلهم حق يعيشوا على الأنقاض، ما إلهم حق السياسيين يعملوا سياسي على ظهرنا وخلافاتنا. مش بالخلافات بتعمل أنت سياسي، مش لما أنت بتعمل أعداء عم بتكسب أنصار، أنت عم تقتلهم، هودي أنصارك عم تقتلهم، أنك عم تقتل الحب بقلبهم، عم تقتل الإنسانية بقلبهم، عم تجعلهم يعيشوا بالعدوات ومش عارفين ليه. وهذا جرم كتير كبير بلبنان عم بيعملوا السياسيين الكرام أو بعضهم. الشعب لازم يدرك، الشعب لازم يوعى. أنا ما بدي عديك مجاناً، ولا بقبل تعاديني مجاناً، لا بدي عديك بالكذب والتضليل، ولا بدي تعاديني بالكذب والتضليل. نحن بحاجة نعيش مصالحة، لبنانيين إخوة، إخوة بالمواطنة، حاملين مسؤولية هذا الوطن، الرسالة هذا الوطن المطلوب منه أنه يؤدي رسالته حملوها لإلنا أجدادنا، أبائنا وأجدادنا وسلمونا إيه درة ثمينة ما حدا بحق له يشوه. وش لبنان التآخي، وش لبنان العيش معا مسلم مسيحي. لذلك أرجو، لذلك أرجو إنه المواطنين أنتوا نحن نعيش أحرار، أحرار برأينا وأحرار بتفكيرنا وأحرار بآراتنا. ما حدا يتلني برقبتي ولا بمنخيري ويخليني عادي فلان أو فلان. نحنا في لبنان بحاجة لمصالحة وطنية. سنة 43 عرفوا اللبنانيين، وكان عنا رجالات، كان عنا رجالات سياسة. سنة 43 اجوا مسلمين ومسيحيين، وكان الجو متوتر من بعد ما كان نوجد لبنان الجديد وعمل بينطلق وعم بيفتش على هويته. هالرجالات الكبار مسلمين ومسيحيين قالوا تعا تنبني وطن مبني على لا أين، لا لأي تبعية من الشرق لأي دولة، ولا لتبعية للغرب لأي دولة، تعوا نبني سوا دولة بالمساواة، بالثقة، نتعايش سوا ونفصل الدين عن الدولة، ونظامنا يكون ديمقراطي حر مع كل حقوق الإنسان. كان في رجالات، كان في رجالات دول، نحن بحاجة لرجالات اليوم، رجالات يقدر يقعدوا على طاولة بشجاعة. المرجلة مش وقفة دم المسيح وسيئ للناس، المرجل يقعد على طاولة وتفاوض مع هذا الحاضر، مش احكي عن الماضي، عن المش عن الغايب. هيدي المرجلة بحاجة يقعدوا على طاولة اللبنانيين. هيدا دعينا له عقد جديد وطني انطلاقا من ميثاق 43 اللي قلنا فيه لبنان واحد، لا لبنانان، لا شرقي ولا غربي. اليوم صرنا كذا لبنان، كل واحد بده يعملنا لبنان على قياسه وعلى نظرته وعلى حسابه. لا، نحن بحاجة لعقد جديد، هذا اللبنان واحد للجميع، تعالوا نبني سوا. شو هي مقتضياتنا، شو هي مشاكلنا؟ 70 سنة مرق على الميثاق الوطني، مرقت أحداث كتير كبيرة. إن الأوان يكون عنا رجالات دولة، رجالات شجعان، رجالات متجردين، رجالات أحرار يقدر يقعدوا على الطاولة يطلعوا ببعضهم ويحطوا عقد جديد لوطن العالم بحاجة له، لأنه الشرق عم بينبش عن هويته، ولبنان لقيا وعليه يساعد الشرق حتى يلاقي هويته. الغرب كمان، الغرب كمان هاللي بيتهم صراع الحضارات، صراع الديانات، الغرب هاللي بيتهم ما يوخزون إخواني المسلمين، الغرب هاللي بيتهم الإسلام إنه دين الإرهاب ودين الحروب. لا، لبنان بدي أقول لهم لا، الإسلام مش هيك.
هاللي هن هيك هن المتشددين. أما الإسلام بأغلبيته الساحقة معتدل، ونحن عايشين سوا باحترام متبادل. هاي رسالتنا من لبنان. المسيحيين بلبنان، المسيحيين بلبنان بنوع خاص، والمسيحيين بالعالم العربي بنوع أعم، بدهم يعرفوا الغرب على وجه الإسلام الحقيقي بمثلنا وبحياتنا. ومطلوب من إخواننا المسلمين في لبنان وإخواننا المسلمين بالشرق يعرفوا للعالم الإسلامي حقيقة المسيحيين، إنه هؤلاء ناس بحبونا، هؤلاء ناس منهم من بقايا لا الصليبيين ولا من بقايا المستعمرين، هؤلاء مواطنين عمرهم 2000 سنة، هودي بنيوا أوطاننا، هودي مثل ما مثلهم متساوين بالكرامة والعزة. هاي مسؤوليتنا يا شباب، هيدي مسؤوليتنا سوا، هيدا دور لبنان بنوع خاص اللي بيقود هالمسيرة. لما قال البابا إنه رسالة ومثال للشرق وللغرب، كان يعني هذا النبي الكبير، كان يعني كل هذا. هيدا كلام صار عمره مكتوب وموقع منه 97 لليوم، 14 سنة 16 سنة، نحن مدعوين نحافظ عليه باسم المصالحة اللي ربنا حكينا عنه اليوم، باسم جمال الغفران اللي حكينا عنه. نحن معكم ومع كل هاللي بقيين بأرضنا الطيبة، بدنا نحط ببالنا نبني هذا الوطن هاللي كل جماله الأخوة والعيش معا والتلاقي والتعاون، حتى يستمر هذا لبنان مشع شرقا وغربا، ويبقى متمقل عنه كمان الطابة البابا القديس الطباوي يوحنا بولس الثاني بالإرشاد الرسولي: لبنان منارة على شاطئ المتوسط وقيمة حضارية مديونة إلى البشرية، والأنظار تتجه كلها إلى لبنان. هذا كلام مش شعر، هذا كلام نبوي. إخوتي أخواتي، نحن عندكم مشان هيك، هيدي اللي اسمها شركة ومحبة، أخذناها برنامج عمل مع إخوتي المطارنة يوم انتخابي حتى نعيش سوا ونفرح ونسعد إن لبنانيين أينما كنا بلبنان أو خارج لبنان. وأنا بدي وجه لكم النداء اللي أنتوا بتعرفوا وعم بتحافظوا علي، ولكن كونا موجودة معنا المؤسسة المرورية للانتشار، نحن بقى نطلب بإلحاح مع الشكر لبعثاتنا الدبلوماسية، لمطارنتنا وكهنتنا ورهباننا ورهيباتنا وكل الشعب، إن نسجل وقوعاتنا الشخصية بالقيود اللبنانية، زواجاتنا وإنجابنا وأولادنا، نحافظ على كنز الهوية اللبنانية. ونطلب منكم إذا اضطريتوا بعتوا أرض رجعوا اشتروا غيرها، لبنان باقي، نحن منروح أجمل أجمل أعز وأغنى، ما يترك أهل لأولادهم جيل بعد جيل جنسية اللبنانية وشقفة أرض صغيرة على أرض لبنان، لأنه التاريخ ماشي، لبنان باقي، نحن منروح، بس حلو نترك شيء منا في لبنان. عشتم، عاشت كندا وعاش لبنان. من تورونتو اتجه غبطة البطريرك الراعي مع الوفد المرافق إلى مدينة لندن بأونتاريو. ترقبوا مشاهدينا بحلقتنا القادمة تغطية لزيارة الراعي إلى لندن، وترقبوا أيضا مقابلة خاصة وحصرية لبرنامج أمنيات مع غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.